خلينا بس نروح للمغرب، المغرب وكرواتيا. هل كنت متوقع بداية ان المغرب وكرواتيا هيبقى المباراة بهذا الشكل؟ كنت شايف المغرب فرصتها اكبر، ولا برضو انت بتتكلم عن منافس تقيل قوي كرواتيا وهصيف الثاني في المونديال، او الوصيف يعني في مونديال روسيا؟ فخلينا نفهم وجهة نظرك برضو. طب تعالي ناخد الموضوع من الاتجاهين. يعني هواند يمكن دايما اتقال الثالث والرابع، مباراه الطرديه او مباراه انه الفريقين خلاص الطموح بتاع الوصول للنهائي ما حصلش، فبيبقى مش داخلين بنفس الحماس، او اوكي انا بس عايز امشي من المونديال بميداليه، استحقاق بس يكون على صدر اللاعبين. لكن كمان المنتخب المغربي بالتدرج اللي حصل وفي طريقه، الطريق كان صعب جدا جدا، وخد في طريقه ابطال اوروبا وخد اسبانيا وخد البرتغال، وطبعا في المجموعه خد بلجيكا وكرواتيا، فبالتالي الناس كانت تتوقع انه قادر يعمل مباراه كبيره امام كرواتيا. على الناحيه الثانيه كرواتيا لعبت المباراه بشراسه كبيره جدا. زلاتكو دالتش المدير الفني كان عنده استحقاق انه وصل مرتين ورا بعض، ودي انجاز لبلد صغير زي كرواتيا، باك تو باك. يعني 2018 وصل قبل نصف النهائي، و2022 لعبوا المباراه بشراسه كبيره جدا. كمان عندها يعني لو اتكلمنا على كرواتيا الاول، عندها صراحه يعني استحقاق مهم جدا. هم شاركوا في 6 كاس عالم، 3 منهم علقوا ميداليات، يعني خدوا الوصيف مره ومرتين المركز الثالث 98 طبعا، والجيل العظيم اللي كان فيه سكر، والموسم ده المونديال ده. على الناحيه الثانيه المغرب الحقيقه ضربتها الاصابات بشكل كبير جدا، حتى لعيبه كانت داخله القايمه واضح انه كان حاططها ركراكي مجرد بس انها تملى الفراغ لو احتاجها في اضيق الحدود. كان في اجهاد كبير جدا، رغم ده المغرب لعبت برجوله وباداء بطولي حتى في مباراه كرواتيا، لكن غلبت الخبره اللي عند كرواتيا اكتر، التماسك البدني اللي عند كرواتيا اكتر، قدر هو اللي يحسم اللقاء. لكن حتى الان المغرب حتى في مباراه الامس بيضرب ارقام قياسيه جديده. أول منتخب عربي أفريقي حقق المركز الرابع، أعلى كلين شيت في تاريخ البطولة، أعلى فريق عربي وأفريقي سجل 20 هدف، فبالتالي يعني استحقاقات كتيرة جدا منتخب العربي. هي مش خارجة خسرانة، يعني نقدر نقول بجد أبدا بالعكس. أبدا، إحنا بنتكلم إن المغرب فريق عربي وأفريقي رابع العالم دلوقتي. طب ما هو الإنجاز التاريخي ده، وفي ناس مسمياه إعجاز مش طبعًا. إنجاز كمان طبعًا. هل كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده يصعب مأمورية أي منتخب عربي في أي نسخة مقبلة من المونديال لو مكتوب له إنه يشارك فيها، ولا بالعكس يدي حافز لأي منتخب عربي إن إحنا قادرين أهو ووصلنا أهو للمرحلة دي في يعني في نسخة من نسخ المونديال؟ سؤال حلو جدا يا كريم. بص أقول لحضرتك، هو الناحيتين، هو رفع سقف طموحات عالي جدا جدا جدا، على الستاندرد جدا، فبالتالي أي فريق عربي أفريقي مطالب لغى أو ضرب بعرض الحائط. يعني ما فيش حاجة اسمها تمثيل مشرف تاني، يعني نسف الكلمة خلاص، لأن هيبقى شكله وحش قوي لو حصل بعد جدا جدا. على الناحية التانية لو احنا بنشكر منتخب المغرب بنشكره على أكتر من حاجة، على فكرة إنه أدخل للعقلية عقلية اللاعب العربي عقلية اللاعب الإفريقي فكرة فن المستحيل، إنه صدق أنت ممكن تروح السيمي فاينل، ممكن توصل، ممكن تقارع أقوى البطولات. حتى مباراة فرنسا اللي هي قدام حامل البطل لعبها بشكل قوي جدا 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 وبشراسه كبيره جدا بأداء بطولي، يمكن بس شويه اخطاء دفاعيه ساذجه مع الخبرات هي اللي حسمت المباراه لاخر فرنسا في اخر الدقائق. يعني كانت مباراه 1-0 وفي كره في العارضة للمغرب وعلى في الطريق ان هم يتعادلوا، لكن انقلب الموضوع انه هدف التاكيد. لكن ردا على سؤال حضرتك استاذ كريم، انه رفعوا السقف عالي جدا، فكره فعلا مستحيل. اي فريق دلوقتي بقى عارف انه يقدر، انه بس بالتخطيط الجيد او بالاستعداد الكويس للمونديال يقدر يروح لبعيد. المغرب عملت نموذج في كل حاجه، حتى في مش بس في الكوره، بره الكوره المشهد، وكمان رساله لكل دول. هي بره الكوره متحققه في صوره مهندسين واطباء والى اخره من العالم العربي، عاملين نجاحات مدويه في دول الغرب اللي هم عايشين فيها، بس في كره القدم الكلام ده ما كانش بيحصل. وحتى حتى حتى في حته الغرب استاذ كريم، يعني يمكن انا بعتقد انه لو المنتخب المغربي عايز يهدي البطوله دي لحد، او احنا عايزين نهدي الاستحقاق ده والوصول لمركز رابع لحد والاداء العظيم ده، هو الاهالي اللعيبه دي طبعا. ناس بتتكلم على يعني هي فعلا فعلا رجعت ولفت وترجع تاني للشقاء او رحله الكفاح بتاعه البسطاء اللي راحوا اوروبا. يعني هتلاقي مثلا زياش مولود في هولندا، حكيمي مولود في اسبانيا، الاهالي دي استحملت كم هائل من حتى حكيمي كان بيقول بفخر ان والدته كانت بتنظف البيوت طبعاً. فبالتالي استحملوا معيشه شاقه جدا طبعاً. وعنصريه في بلاد الغرب، ورغم ده لما جه التوقيت انه اللعيبه دي بقت بصبغه اوروبيه او تم تصنيعها او تشكلت
بعقليه لاعب اوروبي اختاروا تمثيل بلدهم الام هو المغرب، فبالتالي هي اهداء للبسطاء اللي تحملوا اهالي اللعيبه دي. ففي رسائل ودروس كتيره جدا من المغرب حتى بره الكوره، بدليل ان كل اللقطات اللي كان فيها لعيبه المنتخب المغربي بيقبلوا ايادي والدتهم والدتهم هم عايزين يقولوا دول ابطال حقيقيين. يعني اللقطه بتاعت طبعا الفيديو اللي لف العالم كله بقى فايرل وانتشر، اللي هو البوفال بيرقص مع والدته، عايز يقول هو ده يعني اللي استحملته الست دي، خلتني على المنصات الدوليه دلوقتي اللي انتم شايفينها، خلتني اللاعب الدولي اللي انا عليه. حاجه كانت جميله فعلا. بص الانسانيات دي تلاقيها اكتر، يعني موجوده طبعا في العالم كله، بس تلاقيها اكتر عندنا كعرب برضه، احنا لسه عندنا الحته دي ولسه برضه الاصول بص موجوده. يعني انا حتى انا وكريم مره اتكلمنا في تفاصيل، نشوف اللعيبه الاوروبيه فيرسز اللعيبه العربيه، تلاقي الاوروبيين اكتر بيتباهوا بمراتاتهم بعيالهم، لكن الاصل عند العرب بيبقى الاهالي اكتر، ودي برضه فيها رد جميل زي ما انت كنت لو بتتكلم. لو كان على بالظبط، لو كان على الناحيه الثانيه لعيب يوصل للتوب ليفل بقى خلاص بقى لعيب مشهور وسليبرتي ومشهور، هتلاقي مثلا معاه زوجته او الموديل اللي مصاحبها، لكن هم اختاروا هم اختاروا. يعني بوفال اختار حكيمي لما جري على والدته، بوفال لما اختار يروح لحد في المدرج ينزل يرقص معاه اختار حتى والدته. كان في فيديو معرفش ده كان صح ولا غلط، ومن غير صوت جايبين مرات حكيمي واقفه بتتخانق معاه بعد، عشان بيقول لك انت لفيت إن سلمت على الملعب كله وما جيتش جايين انا في الاخر بقى بعد ايه؟ رجعت تقول بعد ايه؟